نظم مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وبالتعاون مع جمعية هذه هي البحرين في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية ندوة رفيعة المستوى حملت عنوان نحو مجتمعات سلمية شاملة، دور القيادات الدينية في تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنسختها 73. وتأتي الندوة انسجاما مع الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله في الارتقاء بكافة أوجه التسامح والتعايش بين جميع الأديان والثقافات وتعزيز موقع مملكة البحرين على الخريطة العالمية كنموذج يحتذى به في التسامح والتعايش السلمي ليعم السلام كافة أنحاء العالم. وقد شارك في الندوة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بحضور معالي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى نخبة من الدبلوماسيين والحقوقيين وممثلي منظمات غير حكومية وعدد من ممثلي مختلف الأديان والمذاهب. وأكد معالي وزير الخارجية في كلمته خلال الندوة أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى تسعى لمواصلة وتطوير تاريخها الممتد منذ قرون في التنوع والانسجام. بدوره اعتبر الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودي في كلمة له خلال الندوة أن هذه المبادرة المتميزة تأتي ضمن جهود مملكة البحرين في تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، وتساهم في مد جسور التعاون بين جميع الدول والشعوب لمزيد من التجانس والوئام بين كافة أطياف المجتمعات على اختلاف مذاهبها. فيما وصف الجبير المعرض المصاحب للندوة رفيعة المستوى بالعمل البحريني الرائع الذي يجسد في تجانس كافة الأديان من كل المذاهب على أرض مملكة البحرين وما يمثله المجتمع البحريني من تجربة رائدة على مستوى العالم. من جانبه قال رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة إن البحرين تنطلق في ريادتها الإقليمية والتاريخية من مبدأ الانفتاح والتنوع واحتضان الاختلافات واحترام الآخر على اعتبارها من أبرز خصائص البحرين عبر التاريخ. بدورها أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ورئيسة جمعية هذه هي البحرين بيتسي ماثيسون أن مشاركة البحرين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل خصوصية بتنظيم مركز الملك حمد للتعايش السلمي وبالتعاون مع جمعية هذه هي البحرين ندوة رفيعة المستوى حول دور القيادات الدينية في تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة لتهيئة مجتمعات مسالمة شاملة. ما يقوم به مركز الملك حمد بقيادة الشيخ خالد بن خليفة الخليفة وسيدة بيتسي ماثيسون شيء عمل كبير، شيء أنا أعتبره من صلب الدبلوماسية الدولة والدبلوماسية الرسمية والغير رسمية، نحن نتعلم منهم. وصحيح أن أبرزنا ما هي هي البحرين، ما هي البحرين، هذه هي البحرين، شنو مجتمع البحرين، كيف احنا عايشين، وكيف بعض الأمور الموجودة الآن في أهداف التنمية المستدامة كانت موجودة ويتعايش معها شعب البحرين لقرون. هذا أهم شيء. مبادرة ممتازة جدا، مبادرة مهمة جدا. أعتقد أنه التسامح وقبول الآخر مهم جدا. كل الديانات تدعو للمحبة وللرحمة، تدعو للصدق والإخلاص والأمن، تدعو للاهتمام بالأطفال، الاهتمام بالفقراء، الاهتمام بكبار في السن. ما في دين يدعو للكراهية أو يدعو للعنف أو يدعو للقتل. فالقواسم اللي تجمع الأديان والمبادئ اللي تقوم عليها كل الأديان نفس المبادئ. فلذلك من المهم أن نستخدم الديانات والحضارات من أجل التقارب بين البشرية وليس من أجل التفرقة بينهم.